بذمتك يا صديقي احنا ظالمين وان اكس بت؟ بذمتك يا جدع احنا بنتكلم عن وان اكس بت بالسلب؟ احنا وش كذلك يا صديقي. طيب يا جماعة، احنا معانا فيديو النهاردة ب 1000 جنيه، وهنلعب لعبة كريستال. وعلى فكرة انا محضر لك فيديوهات كتير جدا في لعبة كريستال، كلها بارقام صغيرة، 500، 1000، 2000، 3 وهكذا، علشان نثبت ونأكد ان الموضوع مش موضوع فلوس صغيرة او كبيرة او الكلام ده، ونأكد كمان لبتوع البرومو كود انها كلها حسابات ورور. عارف يعني ايه حسابات ورور يا صديقي؟ اكيد فاهم. طب يا صديقي اللايك الجميل، وتعالى نبدأ مع بعض الفيديو ابو 1000 جنيه ده، ونشوف هنوصله كام فوق تحت زي ما يجيب معانا يا صديقي، مع العلم ان انت خاسر كل فلوسك في اللعبة دي، ولسه عندك يقين ان انت هتكسب في اللعبة دي. تمام يا صديقي، يلا نشوف الحقيقة مع بعض. هنبدأ اول رهان مع بعضنا يا شباب. انا سايبة خالص اهو، تعيش مع نفسك، تتأقلم وتفهم. انت المفروض تفهم يا صديقي، انت المفروض تفهم. ما تصدقش اي حد يقول لك اعمل ربح يومي او ربح بدنجاني، والله ما في الكلام ده. عشان تفهم بس كل القصة، انت داخل مثلا دلوقتي ب 1000 جنيه. تمام يا صديقي، دخلت لعبة كريستال وصلتك 1200، 1300 زي ما انت شفت دلوقتي. تمام يا صديقي، انت مش هتقدر تسحب 1200. ليه؟ لانك لازم تراهن بالمبلغ كله، لازم توصل رهان وتلعب بال1000 جنيه كلها عشان تقدر تسحب الربح اللي انت عملته فوق ال1000 جنيه ده. فليكن انت عملت 500 مثلا. تمام يا صديقي، في البداية اول ما تدي لك اللعبة كده، تمام، اعرف ان انت هتتخزو سواء سبتها ورحت لعبة تانية. تمام يا صديقي، سبتها كمان ساعة زي الناس بتقول لك سيبها ساعة وبعدين ارجع العب وتكمل، خلاص هو السيستم قال لك الحساب ده مش هياخد غير 10%، يبقى مش هياخد غير 10%، تطلع فوق تنزل تحت مش هيوصلك ليهم. تمام يا صديقي، يعني بمعنى ان انت ممكن تلعب تكسب تعدل 1500 جنيه وترجع اللعبة ترجعك تاني، توصل 1200 تبدأ تخسرك وبعدين تديلك. فاهمني؟ لانها عارفة هي مسيطرة على عقلك ازاي. وكلنا عارفين لعبة كريستال، كل واحد لعب قمار ودخل مواقع الرهانات لعب كريستال. الطيارة، الطيارة عرفنا متوها ايه وعرفناها خباياها ايه واسرارها ايه واتكلمنا عنها كتير. خلينا في لعبة كريستال، لان انا محضر لك كمية فيديوهات رهيبة. لو عايزنا ننشر الفيديوهات دي يا ريت تكتب لنا كومنت حلو كده، قول لي كمل وانشر. بالنسبه لاخواتنا طبعا التفكشيه اللي مش عاجبهم الكلام اللي بيقول لك انت بتتنمر على وان اكس بيت، انا لو طلت وان اكس بيت هجيب زورها من جوه وهقرقشه يا صديقي، هعضه من جوه. انت ما تعرفش ان وان اكس بيت عملت ايه في الناس يا صديقي. وان اكس بيت دمرت دوله بحال دول دول يا صديقي، دمرتها وان اكس بيت، وان شاء الله نهايتهم قربت. وبالمفهوم يا صديقي بأثبت لك شيء معين مهم جدا. المستفيد في الليلة دي كلها هي الشركة واللي بيشحن بالاي دي واصحاب البريمو كود. الشركة بتاخد ارباح، اصحاب البريمو كود بياخد ارباح، اصحاب شحن الاي دي بياخد ربح. لو تيجي في مرة صديقي واتصل بيك واحد بتاع شحن اي بي وانت بتعمل ايداع كده، قول له انت مش بتلعب ليه؟ والله العظيم حصلت معايا، كلمتي بيرن عليا بيقول لي انت مش بتشحن ليه؟ بقول له انا بطلت، خسرت كتير. قال لي ربنا يعوضك بخير. قلت له ممكن سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له طيب هو انت مش بتشحن وتلعب زينا؟ قال لي هو انا غبي يا ابن اللذينة؟ شفت الجمله؟ قال لي هو انا غبي؟ قلت له شكرا، قفلت معاه السكه على طول. ده معنى ايه يا صديقي؟ ان الناس دي عارفه ان الالعاب دي مفيش فيها ربح ومنتهى. تمام يا صديقي، لازم تفهم وتتأكد ان انت عندك 3 عوامل هما المستفيدين. بتاع برومو كود بيروج عشان ياخد 30% من خسارتك لما تسجل برومو كود بتاعه. بتاع شحن الاي دي بياخد 5% على كل 1000 جنيه، يعني ياخد 50 جنيه
على 1000 جنيه لما يشحنها. تمام يا صديقي. الشركة طبعا كوم الكبير يا صديقي، الشركة كوم الكبير وكله بياكل عيش وانت اللي بتحاسب على الفواتير. تمام يا صديقي. وكل قصة انا بدي لك زي تذكير كده بحيث ان هو يفوقك بتفوق من الوهم اللي انت عايش فيه. لما تلعب ب1000 جنيه، لما تلعب ب10، انك بتجيلك اوهام تقول لك لا طب بص انا هجازف واخش ب5000 او ب10000 او ب100 دولار، 2000 دولار، هكذا. اخواتنا اللي بيلعبوا بالدولار لازم تفهم وتتأكد هي الشركة مثلا اليوم حتى مثلا 10% ربح لأي حساب يشحن. تمام يا صديقي. ده معناه ايه اللي هو بيتكلموا عليها بنسبة الحظ زي ما بيقولوا، 10% ربح. يعني انت مش هتقدر تتخطى 10%، يعني مش هتقدر تسحب في الحالة دي، لازم تخسر، لازم تخسر وتفهم ده. وكل الأشياء دي بتبان معاك في اللعبة زي ما انت شايف يا صديقي. الحساب اتصفر في مينت يا صديقي، كل ال1000 جنيه طارت. طب ما تيجي يا صديقي نحسبها بالعقل كده، انت مش كنت اولى بال1000 جنيه دي؟ فليكن انها حساب ده ديمو، ده حساب ديمو، وانتوا عارفين الطريقة، قلت لكم الطريقة بتتعمل ازاي. ده حساب تجربة صديقي ماشي. انت الفلوس دي لو حقيقية في جيبك مش انت اولى بيها واولادك اولى بيها؟ كل قصة انت داخل تعمل ربح، عامل نفسك بتشتغل، صح كده يا صديقي؟ لكن انت مش بتشتغل، انت بتشتغل في الحرام وعاوز تزود مالك من الحرام ومرضتش بالنصيب اللي اديهولك ربنا، وجاي تعمل فلوس من الحرام. فنصيحة لوجه الله، لو عاوز تلحق نفسك ابعد عن المواقع دي، ابعد يا صديقي. والله العظيم ما هتشوف غير ايام سودة في حياتك طول ما انت مكمل. الشخص اللي بيكلمك ده عاش 3 سنين في عذاب وحياته اتدمرت بسبب الخسارة. انا بتكلم مع حضرتك مش بتكلم من الهوى ولا بخترح كلام، كلامه كله عن تجربة، واخواتنا اللي جربوا عارفين معنى الكلام ده. فانت لو لسه في البداية يا صديقي الحق نفسك وانفد بجلدك، محدش هينفعك. خاف من ربنا وخاف على بيتك واولادك ووفر فلوسك دي. انت عارف الغلا اللي احنا فيه، سواء كنت في اي دولة، كل الدول بتعاني من الغلا والاقتصاد اللي اتدمر، وانا اكسبت ومواقع الرهانات كلها كانت عامل اساسي في تدمير هذه البلاد. نصيحة لوجه الله، ابعد يا صديقي. تمام يا صديقي، يا رب يكون الفيديو عجبك، وانتظروا مننا فيديوهات كتير جدا على لعبة كريستال بالتحديد او اوديسي. سلام يا احلى رجالة في الدنيا.